السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. واليوم إن شاء الله أقدم لكم مجموعة عناوين بحوث تخرج لقسم اللغة الإنجليزية المرحلة الرابعة دفعة 2024. هذه العناوين راح تساعدك إن شاء الله باختيار عنوان بحث إذا تحب أنت تختار عنوان البحث. العناوين هي متنوعة، بها أدب ولغة وطرائق وإلى آخره. فخليني أوضح لكم شنو اللي أنت تسوي. يعني على سبيل المثال، لو كنت أنا طالب وأريد أختار عنوان بحث تخرج، فمثلا أجي على سبيل المثال أنظر إلى العناوين وأشوف أي عنوان مناسب لي. مثلا على سبيل المثال، أنا بعد ما قرأت وشفت هذه العناوين وعجبني عنوان بحث تخرج، وهو عنوان مثلا خلينا نقول vowel shift or vowel change، هذا الموضوع. طيب، بعد ما صارت عندي او عجبني هذا العنوان، راح انسخه، طبعا الملف موجود في قناة التليجرام، وابدا اكتب عن الموضوع vowel shift or vowel change، وابدا اكتب PDF ابحث عنه الموضوع، اشوف شكو عنه مواضيع موجودة على الجوجل، وأجي أبحث وأدور، أشوف فيديوهات وأشوف مواقع معينة، أشوف نبي هنا مثلا أكتب research paper مثلا على سبيل المثال، وأبدي أدور أنا، يعني أبدي أدور a paper مثلا، أشوف إذا أكو على هذا الموضوع. ولا شفت الموضوع هذا ما علي عناوين، أتركه وأشوف لي عنوان آخر، يعني مثلا love and women in هاملت، الحب والنساء في هاملت، أبدي أكتب عن هذا الموضوع وأبدي أغير مجرد PDF، هذا أدب طبعا الموضوع، وأشوف شكو مواضيع عنه، أكتب أخذ يعني معلومات عنه، صير عندي معلومات شوية زينة، وإذا عجبني أرجع النوم أبدي أكتب خطوات البحث. فيا أخوان، المسألة مسألة بحث وتجميع معلومات. أنا أيضا عندي سلسلة معلمك شلون تبدي تكتب بحث وإلى آخره. المهم عنوان البحث، إحنا موضوعنا بهذا الفيديو اليوم هو شلون تختار عنوان بحث، وهاي مجموعة عناوين، إذا عجبك واحد من عدها تقدر تختارها. يعني أسأل الله أن يوفقكم يا ربي، ما عندي شيء غير مجرد اليوم مجرد أتكلم لكم عن عناوين البحوث. شوف أنت هاي العناوين إذا عجبتك أي واحد من عدهم اختاره وابدي اكتب عنه. مثلا هنا عندك the function of model auxiliary verb، هذا موضوع حلو سهل صراحة، افضل انه الواحد يعني يكتب عنه. مثلا يعني مواضيع صراحة هي مو كلش صعبة، اكو مواضيع صعبة يراد لها شارح ويراد لها طالب مستوى قوي، يعني تقدرون انتو تشوفوا لكم اي موضوع مناسب وسهل تكتبون عنه وبمساعدة الاستاذ مالك. هذا هو كل ما موجود بالنسبة لبحوث للعناوين. أسأل الله أن يوفقكم يا ربي، وإن شاء الله أي سؤال أو استفسار أنا حاضر، تقدرون تكتبوا لي بالتعليقات.